متابعي راديو أم، أهلا بكم في الموجز الإخباري لنهار اليوم. أدانت محكمة الوادي النائب بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر عرجون بثلاث سنوات سجنا نافذا، وأدين في نفس القضية عدد من المتهمين الآخرين الذين تم توقيفهم، بينهم رئيس فرقة الدرك الوطني بالنيابة. وتجدر الإشارة أن قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي أمر يوم 10 جوان الجاري بإيداع النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني وقائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة بالمغير الحبس المؤقت في محاولة تسريب مواضيع وأجوبة البيام لتكون الحادثة الأولى من نوعها في العهدة التشريعية التاسعة يتم خلالها حبس نائب بالمجلس الشعبي الوطني. اتفق وزراء الطاقة للجزائر والنيجر ونيجيريا على مباشرة مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء في أقرب الآجال، كما تم الاتفاق على مواصلة المشاورات عبر الفريق التقني الذي تم تشكيله خلال هذا الاجتماع، وتكليفه بإعداد كل البنود والدراسات التقنية والمالية المتعلقة بتجسيد مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، وكذا الاتفاق على تنظيم الاجتماع الثلاثي القادم في فترة وجيزة لا تتعدى أواخر شهر جويلية المقبل في الجزائر. أوضح أرسقي علي رئيس المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر خلال حلوله ضيفا على التلفزيون العمومي أن التوسعات الحالية لشبكة مترو الجزائر تستهدف بلوغ 34 كيلومتر، حيث بلغت نسبة أشغال الخط الخاص بمطار الجزائر الدولي 77%، مشيدا باعتماد الأليات الحديثة على غرار آلة الحفر والتشييد التي تم الكشف عنها مؤخرا على مستوى توسعة الحراش مطار الجزائر، حيث أكد أنها تستعمل لأول مرة وتعتبر مصنعا للحفر والتشييد في نفس الوقت. كما كشف المسؤول ذاته على مشاريع التوسعة باتجاه الجهة الغربية من العاصمة، موضحا أن التوسعات ستشمل بداية من ساحة شهداء إلى شوفالي، ثم إلى ولاد فايت مرورا بشراقة، وأيضا إلى دراريا لتحسين تنقلات الجهة الغربية وتخفيف الاختناق المروري. كشف المدير العام للغابات جمال طوهرية عن تعليق إنتاج مادة الفحم مؤقتا خلال فصل الصيف، مذكرا بالتدابير الوقائية الواجب اتخاذها من طرف المواطنين لا سيما خلال فصل الصيف بتجنب عملية الشواء في الغابات. كما أوضح أن مشروع القانون الجديد المنظم لقطاع الغابات يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وهذا بعد عرضه على مستوى وزارة العدل لما يتضمنه من إجراءات ردعية جديدة صارمة جدا لمحاربة كل أشكال الاعتداءات على الغابات، مبرزا أنه تضمن أيضا تسهيلات للمستثمرين خصوصا في مجال تربية النحل والاستجمام وغرس النباتات العطرية، إضافة إلى إنتاج المواد الخشبية والغير الخشبية. كشف الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فرار اليوم الثلاثاء عن إمكانية إلغاء شرط الجواز الصحي، وأكد فرار في تصريحات صحفية له أن مقترح إلغاء الجواز الصحي سيناقش اليوم الثلاثاء خلال اجتماع المجلس العلمي. من جهة أخرى، أوضح فرار أن نسبة التلقيح ضد فيروس كورونا بلغت 31% في الجزائر. فيما يخص الأخبار الدولية، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء خلال حضوره بمطار تونس قرطاج الدولي لتوديع الحجاج التونسيين في أولى رحلاتهم إلى البقاع المقدسة، إن أبرز ملامح الدستور القادم هو ضمان وحدة الدولة، واعتبر أن ما حدث منذ 2014 هو تفكيك الدولة، وأن القضية ليست في طبيعة النظام أن يكون رئاسيا أو برلمانيا، بل المهم أن تكون السيادة للشعب. وأكد رئيس الجمهورية أن السلطة للشعب وبقية الوظائف هي وظائف وليست سلطة، وأن هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية. لمتابعة بقية البرامج ادخل على موقع radio-m.net أو على maghreb-emergent.net أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز الإخباري لنهار اليوم. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.